مسؤول الساحة لأولى فئات الفحول. Stallions born between the 1st of August 16 till the end of July 18. Okay, we're ready. Send them in. Good luck. نستقبل الأفحول وبالتوفيق للجميع. تغادر هذه الأفحل ونستعد لاستقبال كل منها على حدة. Those are the stallions competing in this class, leaving the ring. Soon we'll be welcoming each and every one. ثلاثة فحول في هذه الفئة. نستعد لاستقبال أول مشاركين. Three stallions in this class. We're ready to start with the first stallion in. First to go.
إذن مع أول المشاركين ونحن في ثاني أيام بطولة الأردن الإنتاج المحلي 2022. تجمعنا الأردن وسعداء دائما أن نكون هنا جميعا محبي جمال الخيل العربية الأردن والتاريخ المعتق والتراث، وكما يقول يقول لك على راسي الأردن والأردنية، ربع الكرامة وربع الحمية، وسيدنا يا سيدنا الله يسعد سيدنا ويسعد الأردن والأردنية. هذه بلدنا وفيها انتباهها، ترابها حنا وحنا فداها، واللي خلقها واللي سواها أرواحنا ترخص له هدية. أردنيين ونرفع الراس، معدننا صافي ومبني على الساس، ملكنا أشرف وأطهر الناس، حب ومرقنا 100% للضيف حنا نكرم ونجود، والكرم عنا ما له حدود، ويوم الشدايد نقلب سود. ومن مثل الأردن والأردنية احنا تربينا بعز وكرامة، مرجلة وطيبة ونخوة وشهامة، بيدنا نشد ونرخي اللجامة، وابدا ما تطلع منا الردية، عراسي الأردن والأردنية. وين التسقيف حق الأردن والأردنية؟ عراسي عراسي والله. Prayer Stallion is done. Thank you. Okay, second stallion to go. الفحل التالي. Thank you. يغادر هذا الفحل ونستعد. عفوا لا زال هذا still sorry still the judges are still evaluating stallion number 82.
لا زال الفحل رقم 82 متواجد في الميدان. Okay, thank you. Stallion number 82, thank you. Last stallion, آخر الفحول, last to go. من أعزائي درجات الفحل رقم 81 بركات اتش اي للمالك سيد قيس الخطيب, وهي معروضة الآن في الشاشة 19.5 19.20 18 19.5 19.5. الرأس والعنق 19.5 19.20, مرتين 19.5 و20, برافو. الجسم وخط الظهر 17.5 18, 3 مرات 17.5 17. قوائم بركات اتش اي 15.5 و5 مرات 15. الحركة 19.5 19 19.5 19 18. المجموع 90.67. This is the result of stall number 81 بركات اتش اي owned by Mr. Qais al-Khatib with a total of 90.67. آخر الفحول يغادر ومعنا نتيجة الفحل رقم 82 ونعرضها الآن في الشاشة, وهو بندر الخير. This program is offered by سعيد خير. هوية العربية 19.5 19 18.5, مرتين 19. الرأس والعنق مرتين 18.5 19 18, مرتين 19. الجسم وخط الظهر مرتين 17, 3 مرات 17.5 17. قوائم 14.5 14.5 15.5, 3 مرات 14.5. أما الحركة 19.5 مرتين 19 18.5 19 19.5. 88.50 بندر الخير 88.50 for the second stallion number 82 بندر الخير. This program is offered by
وتظهر معنا الآن درجات آخر الفحول. ام اميرال جي او اي ان تي للمالك سيد انس عدنان الحام والسيد اكرم النجا. الهوية العربية 19 بإجماع كل الحكام الرأس والعنق مرتين 19 18 ونص ثلاث مرات 19 الجسم وخط الظهر 18 17 17 ونص 18 17 ونص 18. قوائم 15 عند خمس حكام والحكمة السادسة 15 ونص. للحركة 19 18 ونص مرتين 19 مرتين 18 ونص 89.42 لإميرال جي أو إن تي 89.42 for the last stallion. And so those are our winners. Stallion number 81 Barakat HE in first. Stallion number 83 Emerald GOANT in second. Stallion number 82 Bandar Al Khair in third. مراكز الثلاثة لكل من بركات HE Emerald GOANT وبندر الخير. إذن مع المركز الأول مع الفحل رقم 81 بركات HI مبروك للسيد قيس الخطيب. This is the winner number 81 بركات HI by Najib NA out of Dalal NK bred by HE Stud owned by Mr. قيس الخطيب. Second place goes to stallion number 83, Emerald GOANT by Emerald J out of Noor Al Amjad. مبروك للسيد أنس عدنان الحام وسيد أكرم النجا فوز أميرال بالمركز الثاني. وإلى المركز الثالث نهنئ الفحل رقم 82 بندر الخير مبروك للسيد سعيد خير. Third place for style number 82 بندر الخير by ثواب الخير out of بدور الخير.